لكل حرف معنى، ومع تفاعله يكون اللغة. ولولا الأحرف ووجودها لكانت الحياة تختلف في طريقها ومسارها. أما الأرقام هي الروح لحياتنا، فكل شيء سر حياته الأرقام. فانظر إلى الشمس والقمر وحساباتها، وسبحان أصل كل الأرقام الواحدة الذي له وحده فضل فيما أتى بعده من عدد. وعلمنا الأسماء كلها فكنا خلائف لما بعدنا، فلولا أصل وجودنا ما كنا خلائف لغيرنا. أهلا وسهلا بكم في عالم الروحانيات، عالم العجائب، عالم البواطن، عالم تلمسه رغم أننا ننساه. علم الحروف والأرقام لها أصول، من خلالها عرفنا الفلك والكيمياء والفيزياء والصوتيات والمرئيات. ومنقدرش أبدا ننكر فضل الحروف والأرقام واللي احنا عارفينه عن علم الجفر والحروف والأرقام اللي هي متوزعة لكل حرف عدد. وأساس الحروف 7 أسماء معروفين جدا، وان كل حرف رقم، ومن اصل الحروف والكلمات تقدر تحسب خلال جدول حساب الجمل المشهور عند العرب. وحتى نوضح فكرته يلزم توضح اصل حساب كل حرف، وده يحتاج شرح طويل جدا. لكن اللي عايزينه من فكرة الحروف هي انها تعني الجسد، فاي مادة او اي شيء هو عبارة عن مسمى يتكون من حروف. اما الروح او الطاقة هي الرقم، واسرار الارقام هنقوم بشرحها الان. اما اسرار الحروف قريبا هنقوم بشرحها حتى نوضح فكرة الحروف النورانية في القرآن. اما الان بنشرح الارقام واساسها. الارقام مهما اختلفت اشكالها فهي تتكون من 10 أرقام اساسية، اولها 0 واخرها 9. كل اللي نعرفه عن الارقام مهما كان اختلافها على مر اللغات، اولها 0 واخرها 9. واي رقم في الدنيا بيتكون من 10 أرقام الاساسية مهما كان اختلافها ومهما كان شكلها على مر اللغات، فهي مجرد 10 أرقام اساسية. وكل رقم من الارقام له معنى، وكلنا نعرف ان اصل كل الارقام بيبدأ برقم 1، ورقم 0 معناه اللا نهاية واللا وجود. مهما ضعفناه ومهما جمعناه بنفسه فهيعطينا لا وجود. فاللا نهاية بمعنى ان لو دخلناه في الاعداد فهيكون لا نهاية لها، وهو احدث الارقام المكتشفة. واول رقم ظهر في الحياة هو رقم 1، وهو يرمز للاله، وكمان هو اسم من اسماء الله المؤكد في القرآن. ولا يمكن ان يكون الخالق الا ان يكون واحد، ومن الواحد خلقت باقي الأرقام. واستخدمنا الحسابات والأرقام اللي أصلها رقم 1 في علوم الفلك، وبها بدأنا نعرف حسابات الشمس والقمر، وبها بدأ يفهم الإنسان في كل الحضارات مفهوم جديد للحياة. فلولا الرقم والقلم ما كنا تعلمنا ولا زرعنا ولا بنينا ولا تطورنا. ودائرة الحياة أو الدائرة الكونية تم استخدامها في أساس تعليم كل الحضارات. استخدمته الحضارة الفرعونية في الحسابات الفلكية، واستخدمته حضارة المايا والحضارة الرومانية والعالم الحديث وفي كل الاكتشافات. فكل شيء مبني عن حسابات الدائرة المغلقة أو الدائرة الكونية أو الحساب بمعنى أصح. ومنزل علم القلم ومعلم الإنسان أسراره الله عز وجل. وأول من تعلم هو آدم، وبعده إدريس عليه السلام، فرفع مكانا عليا بعلمه اللي فهمه. وكل ما تعلم أصبح من عظماء الأرض، وأثبت التاريخ معجزات الأنبياء اللي هم تعلموا من وحي الله. فكل من تعلم كان حكيما، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي العلم، والعلم إما يكون في التأمل والتسبيح والذكر والتواصل مع الله حتى يعطي الإلهام لعباده، أو استخدام ما أنزله الله من قلم. وعلوم الرياضيات الحديثة والرياضيات عامة هي تعني الروح التي تعطي المعنى للحياة. فكل شيء يبدأ بالحساب يكون له سر الروح. انظر للشمس وحسابها الدقيق اللي احنا استخدمناه واعتمدت عليه الحضارات، والقمر والاشهر القمرية. فسبحان الله جعل الشمس والقمر بحسبان. وهنا تبدأ علم الفلك من الارقام، واساس علوم السحر هي الارقام، سواء فيزياء او كيمياء او سيمياء، هي عبارة عن حسابات دقيقة او دوائر مغلقة للطاقة، او يسمى العلم البسيط. ولو استخدمنا اصول الرياضيات الهرموسية وهي الدوائر المغلقة او
الدائرة الكونية في مقارنتها ببعض الحقائق الواقعية هتلاقي ليها فضل عليك في كل شيء، وده اللي هنحاول نثبته الأيام اللي جاية، وهنشرح لك طريقة أسرار الأرقام وأساس الأرقام. ومع العلم إن الطرق الهرمسية الأساسية مش موجودة لا في كتاب شمس المعارف ولا في أي كتاب من الكتب الروحانية، ورغم إن كتاب شمس المعارف مبني على أساسها هو وكل كتب السحر، أي كاتب مش موضح المعادلات الجذرية والتعليم الأساسية، وعاملين زي كأنه واحد مدرس علمك إزاي تتكلم بس ما رضاش يعلمك الحروف اللي على أساسها كونت الكلمة عشان ما تبقاش أنت كمان مدرس. فمهما كانت العلوم الروحية فهي سهل وممتنع، سهل لكل الناس انها تكتشفه، لكن ممتنع عنه وعن اسراره، لان كل من شافها وتعلمها احتفظ بها سواء في العوالم الحالية او في الكتب الروحانية الخاصة لمعظم مدعين العلوم الروحانية. وزي ما فهمناك ان الحروف هي اجساد والارقام هي ارواح والروح كل اللي نقدر نفتي فيه الظاهر لينا، فالظاهر لينا من الروح انها مصدر الطاقة للجسد، يعني انسان بلا روح يبقى انسان بلا طاقة ومش هيكون ليه قيمة بدون الروح، والروح هي مصدر الطاقة لينا. وبدأنا من مفهوم الروح نعرف الطاقة، فالطاقة هي تحل محل الروح في الأشياء اللي يصنعها البشر، أما مصدر الطاقة الإلهي للإنسان أو أي خلق إلهي لا يعلمه بشر فهو من أمر الله. هنا فهمت إن الروح هي الطاقة الإلهية لخلق الله، والطاقة هي الروح الصناعية لصنع البشر. وهنا فهمت إن الطاقة وعلمها عرفها الإنسان من معنى الروح، ما بالك علم الروح اللي ما يعرفوش بشر. والأرقام في العلوم البشرية هي الحسابات للطاقة أو تكوين الأجساد، فهي تعطي الروح أو الطاقة لكل شيء دخلت فيه، ولولا وجود الأرقام في حياتنا ما كنا عرفنا الطاقة. والأرقام في الهرمسية تعني من 1 لـ9 فقط، لأن الصفر هو اللا نهاية واللا وجود كما شرحنا. وطبعا شرحنا أن أصل الكون هو 1 وأصل كل الأعداد هو 1، والإلحاد في الأرقام هو أن تنسب لرقم 0 أصل الوجود، فمضاعفة الصفر لا يساوي أبدا إلا الصفر، فلا وجود لما تلحدون، ولكن رقم 1 هو أصل الوجود وهو الطاقة العظمى لكل الأرقام، وكل الأرقام تساوي 1 إذا شلنا منها اللا نهاية واللا وجود. يعني 1+1 بيساوي 2، و2+1 بيساوي 3، لو ضفنا عليهم 1 هيساوي 4، وهكذا 5 و6 و7 و8 و9، وبعدها نرجع لرقم 10. وإذا خرجنا الصفر من الأرقام لأنه زي ما فهمناك يرمز للا نهاية واللا وجود، يكون رقم 0+1 بيساوي 1، إذا كل الأرقام تساوي 1، ورقم 1 هو أصل وجود الأرقام حتى بعد إضافة الرقم 1 لخانة الأحاد والعشرات. فهتدخل في معادلة ان 1+1 يساوي 1 مهما ضاعفت الارقام حولها، فالعشرات يعطيك رقم 1، بمعنى ان 10+1 بيساوي 11، مع جمع الاحاد والعشرات هيساوي 2، و11+1 هيساوي 12، ومع جمع الاحاد والعشرات 12 هتساوي 1+2 بيساوي 3، و12+1 بيساوي 13، مع جمع الاحاد والعشرات 13 هتساوي 1+3 هيساوي 4، وهكذا لغاية ما توصل لرقم 19، و19 هيساوي 1+9 هيساوي 10، و10 هتساوي 1. وهنا نبسط ونثبت ان كل الارقام اساسها 1، ولو دخلنا رقم 0 في المعادلات هيكون لا نهاية ولا وجود. وهنا تفهم ان اصل الوجود للارقام هو رقم 1، ومهما زادت الارقام ترجع لاصلها وهو 1، فهو وهاب الطاقة، وفي نهاية اي نتيجة ترجع لرقم 1. وهنا فكرة الحساب اللي بنى عليها كل الجمع مع تحريف اختراعات علماء الرياضيات حتى يزيدوا المعادلات تعقيدا في علومهم. لكن هرجع وفكرك ان كل ما الشيء كان بسيط كلما كان قوي، وهذا سر رقم 1، لانه مفيش ابسط من الباسط، والباسط هو الله عز وجل.